عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. شيخنا يعني أتاني أحد كبار السن في المسجد فسألني سؤال شيخنا، قال لي إنه قال حلف، قال والله لو رجع لي نظري، طبعا هو تعالج كان في مشكلة بعيونه، وقال والله لو رجع يعني رجع لي النظر لا أقرأ ما تيسر من القرآن. طبعا الرجل يقول الآن الحمد لله يعني رجع النظر له، والآن يسأل يقول أنا أقرأ قرآن يعني كل وقت صلاة أقرأ، فما يدري يقول هل هذا نذر ولا مو نذر. فقلت عاد أنا أسأل أحد المشايخ وأرد لك. جزاك الله خير شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب. هذا نذر، والنون الموحدة الفوقانية والذال المعجمة والراء المهملة معنى لغوي صحيح يعني القطع، وفي الاصطلاح هو أن يقطع الإنسان على نفسه طاعة ويجعلها واجبة لم يوجبها الله عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ابن عمر قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ومن هنا خرج أهل العلم أن النذر فيه قولا التحريم والكراهة، واختار التحريم شيخنا الشيخ بن عثيمين، والجمهور على الكراهة، وهو أقرب للدليل لقول ربنا يوفون بالنذر، فمدح الذين يوفون بالنذر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فكثير من الناس يفعل فعل السائل الكريم فينذر ثم يشق عليه بعد ذلك أن يفي بنذره، نقول هذا نذر وعليك أن تفي به. وانت نذرت إذا رد الله إليك بصرك أن تقرأ ما تيسر من القرآن، وينبغي أنك أنت القرآن تقرأه من غير ما يرد الله لك، من غير أن تنذر مثل هذا النذر. لا يعقل أن مسلما لا يقرأ القرآن، ما يعقل مثل هذا الكلام. ولذلك انظر إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما في الصحيح وغيره، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أستمتع بحياتي، كان يحب ثلاثة أشياء: الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فكان يختم القرآن كل ثلاث. ولذلك ربنا عز وجل في القرآن ما من آية إلا آية واحدة الله النبي عليه الصلاة والسلام شكان فيها لربنا عز وجل، ولابد أن نحفظ الآية 30 من سورة الفرقان. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. والهجر أنواع، أعظمه هجر العمل، يهجر هجر عمل وهجر تلاوة وكذا، ويهجر هجر تدبر إلى غير ذلك. فينبغي هذا أنه من غير أن يقال له ذلك يجعل له برنامج جزاه الله خير يختم كل ثلاث. وهذا أمره سهل، إنك كل يوم تجيب 10 أجزاء ما هو صعب، تبكر إلى المسجد بين الأذان والإقامة تقرأ جزء في 5 صلوات 5 أجزاء مع التفريقات هنا وهناك هنا وهناك كذا، 5 أجزاء تجيب 10 أجزاء في اليوم بكل يسر وسهولة. كم نجلس على وسائل التواصل، على التليجرام، على الانستغرام، على الواتس إلى غير ذلك. الجزء يستغرق 20 دقيقة، ومن قرأ بقراءة حذر مع المحافظة على الأحكام والتجويد في 15 دقيقة يستطيع أن هو يقرأ القرآن بفضل الرحمن عز وجل. إن لم يستطع أن يختم فيه 3 يختم فيه 7، فكان الصحابة يسبعون القرآن كما جاء ذلك عن السلف رحمهم الله كطلحة قال يسبعون القرآن فمي بشوق، يعني يختم في أسبوع. فمي بشوق يعني يبدأ أول يوم من الفاتحة، فمي الميم إلى النساء أول يوم، اليوم الثاني ميم من المائدة، فمي إلى لحد التوبة، اليوم الثالث يبدأ من يونس الياء هذه، بي إلى نهاية النحل، اليوم الرابع يبدأ بي اللي هو الإسراء سبحانه، إلى الشعراء، من اليوم الخامس يبدأ من الشعراء إلى وشوق والصافات، اليوم السادس يبدأ من والصافات إلى قاف، اليوم السابع من قاف اللي هو المفصل إلى الناس. ما استطاع في 7 يختم في 10، كل يوم 3 أجزاء، هذه سهلة جدا على مدى 5 صلوات مع قيام ليله وكذا. إذا ما استطاع أن يختم في 10 يختم في 15، كل يوم جزئين، هذا سهل جدا. إذا ما استطاع أن يختم في 15 يختم في 20، كل يوم جزء ونصف. إذا ما استطاع يختم في 30 كل يوم جزء، ما نقدر كل يوم نجيب جزء 20 دقيقة، سهلة ويسير الحمد لله رب العالمين. إن لم يستطع في 40 وما زاد على 40 فيعتبر هاجر القرآن كما قال بعض السلف، ولا يصح في ذلك حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام.
الحاصل أن القرآن لابد أن ندمن حب القرآن، لأنه لا حياة لنا من غير القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك أنزلنا إليك روحا منه، وكذلك أوحينا إليك روح. ولذلك ربنا عز وجل وصف هذا القرآن بأنه إيش؟ إنه روح، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والقرآن فضله عظيم، يعني هذه سانحة سريعة ما يستوعب لها هذا المجلس أن نقول فيها، لكن ما أحد ينكر فضل القرآن وشفاء البقر أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والله عز وجل يقول في القرآن أنه شفاء ربنا تبارك وتعالى وشفاء لما في الصدور، وفقط شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني شيء عجيب القرآن هذا اللي يعيش معه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم ويتقبل منا منكم، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. آخر دعوة الحمد لله رب العالمين. تبحر صوتين في ليلة الجمعة الزهراء العراء لأحد عشر باقين من جمادى الأولى عام 43 هجري، عدنا عليه الصلاة والسلام. آخر دعوة الحمد لله رب العالمين.